السلام عليكم، شكرا اصدقائي الزينين، ان شاء الله راكم علي من قناه كيديو انس. اليوم نشرح لكم طريق اجزاء متابعين انستغرام حقيقي 100% فقط عن طريق بدون لا برامج ولا مواقع ولا هالحبشكلات، فقط عن طريق متابعه حسابات موثقه على الانستغرام. طريقه سهله يا الحبيب، تابعوا وياي الشرح. اولا مثل ما اشوف هسه عندي هذا الحساب ما بي صفر متابع، تجي تدخل على البحث تكتب كيدي 1 1 S new N O W new KD1S new. اوكي يطلع لك هذا البيج، احفظ اليوزر KD1S new، خاف يكررون البيج. اوكي تدخل على البيج يا الحبيب، شو تسوي؟ اولا تعطي فولو. اوكي تدخل هنا على الاشخاص اللي هو متابعهم، عدد 80. هذن كل حسابات متفاعله موثقه، اوكي تتابعها كلها. ماشي راح اتابعها قدامك. ماشي لحظة خلطت نا. اوكي تابعها كلها. لا لحظة، اوكي واحد واحد طبعا جاي اخطأ. اوكي بدأ يجون متابعين. لحظة جاي تجيني شو اسمه اشعارات على التليفون الثاني. اوكي خلينا نكمل هالطريقة، شوف والله جيد حيعطينا متابعين. اوكي انطلاق للفيديو. اوكي فانت شو سويت؟ تابعهم هذول كلهم، راح اتابعهم بسرعة. شوف هذا الشكل جاي انت هي تفلت بس عادي ماكو مشكلة، سنتابعهم كلهم، لازم اتابعهم كلهم، اذا ما تتابع واحد منهم تمام ما توصل لك الزيادة كاملة. اوكي 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 شباب تابعناهم كلهم. ترجع على البيج هنا تلقى هاي الصورة مكتوب عراق، تنطي اوكي هنا او يعني لايك وتكتب هنا تم اكثر من مرة. تم 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 اوكي. طبعا هاي الثغرة هسه يعني طلعتها. فالمهم فمثل ما تشوفون شباب، طبعا اول ما تخلص راح يبدا يجيك المتابعين. مثل ما تشوفون بدا يجي متابعين، خلينا نشوف ايش قد حسابي صار بيه. حلو صار بيش قد 73 متابع، بعد بي طبعا بعد جاي يجي متابعين. ينطيك 500 400 300 حسب التفاعل. يعني هسه انا الساعة 7 بالمغرب بي تفاعل هيجي قوي، احتمال بالثنتين بالليل هم يزيد التفاعل. فلهنا ينتهي الفيديو. طبعا اذا تريد بعد متابعين شو تسوي؟ بعد نص ساعة ساعة شو تسوي؟ تحذفهم ذولا كلهم، تجي تحذفهم مرة ثانية كلهم، شوف هذولا، وراح تجي ترجع تضيفهم مرة ثانية، راح يجيك مرة ثانية متابعين. اوكي اذا اجاك عدد ضعيف متابعين فانتظر يعني يعني وقت ثاني تابعهم او طبق الطريقة، راح يجيك بعد متابعين. ومثل ما تشوفون شوفوا شباب بعد جاي يجي متابعين، انا جربته 500 مرات 300 هيك شيء. تحياتي لكم، واحد واحد باي.